السلام عليكم. يا بي سمعت باللي ويانا بالدوام قالوا انتم متوزعون بالمجان، وحبيت اتاكد بنفسي. الله يساعدك حبيبي. شنو جاي شو تسوي؟ والله جاي اوزع. زين ليش عجب؟ انت مو هم محتاج؟ مو هذا ربحك ورزقك؟ والله جميع واحد محتاج نوزع له. زين هاي هاي الفقرة الشرطية اللي يشتغل يوم يومه ما عنده، يعني ما يجي. صدق يعني صدق منين يجي؟ والله العظيم. زين هسه شنو اللي عندك؟ كل شيء جاي توزعه من هون محلك؟ شوفوا عندي راح اوزع الفقرة. ها خلنا نشوف والله ها ما شاء الله هذا تشا شنو هذا؟ والله كذا راح اوزع. ها جزاكم الله خير. حلو. ها شنو البيدل جاي شو تسوي؟ بصل ها آه. والبصل سبع الف ونص وبالفين يبيعونه وانت جاي تطيب بلا هذا زيت لو شنو هذا عصير هذا عصير هذا خل وبلاش والبوتيتة الكيلو مالتها بلف هاي كلها يوزعها ببلاش يا بالخير موجود بعده الناس طيبين بعدهم لا كورونا وقفتنا ولا غيره نسأل الله ان الكل يهدي حدوهم وما يفكر بجشع يا رب يرزقكم ويبارك بيكم حبيبي هسه احنا ما حكينا وياك انت الله يساعدك هذا رمان بالايام الطبيعيه بس بيش كيلو تبيعه؟ 2000 و1000 ونص وهسه كله بالمجان الله يرزقك ويبارك فيك ها كلهم مكيسين ومحضرهم دعوه الفقرات الغايه من التصوير لا دعايه ولا شيء والوليد حتى ما اعرفهم الوليد مكانهم بالبلديات بالمضمار قبال البنزين خانه مجاور مستشفى من القف المكان اللي نشتغل فيه احنا الله يحفظكم ويديمكم